السلام عليكم عبود ماكس هينج ومقطع جديد. أتمنى القصة تنال إعجابكم وهذا حسب في الانستا. لو عندك قصة أو شيء تحب تتكلم عنه، وبالنسبة للناس اللي تسأل هذه قصتك، لا هذه القصص ما هي قصصي، قصص لناس تتكلم عنها من منظوري وكأنها قصة وبس. شكرا، خذ لك سناك أو شيء تحب تشربه. يلا ندخل في جو القصة. أنا مريم وعمري 18 سنة من العراق، بس عايشين أنا وأبوي وأمي في السعودية، لأن أمي لما تزوجت أبوي شرطوا أخوالي على أبوي إنه يعيش في الرياض. أبوي يشتغل دكتور جراح وأمي طبيبة أسنان، فحالتنا المادية كانت بأفضل أوضاعها، وبما إنه أنا الوحيدة أبوي وأمي كانوا مرة يحبوني، وكنت أي شيء أطلبه ألقاه قدامي، وكنا الحمد لله عايشين في نعمة. في يوم من الأيام كانت أمي تتكلم مع أبوي وأنا قاعدة أتكلم مع صديقتي في الجوال. فجأة اتصل صغر واحد من أخوالي وقال لأمي إنه قرر يعقد ويتزوج. خالي كان خاطب من قبل فترة، وأمي كانت أقرب شخص لقلبه، فكان دائما يأخذ رأي أمي بكل شيء ويطلبها تساعده في كثير أشياء. أمي باركت له وجابت له كلام حلو وقالت له متى ناوي يصير هذا كله. قالها والله أنا أبي أتزوج في أقرب وقت، ولأن تجهيزات العرس تأخذ وقت مرة طويل، فأنا اتصلت أكلمك لهذا السبب وأبيك تقنعيهم إنه ما يطول تجهيزات العرس. قالت له أنت تبشر وما يصير إلا كل خير، ريح بالك ولا يهمك. خلصوا يتكلموا وقفلت. المهم كلمت أبويا وقالت إنه خالي يبيها تجي آخر الأسبوع لأنه لسه كنا في بدايته. قال لها أبوي طيب وكم بتروحي تجلسي وزي كذا؟ قالت ما أدري والله، بس ناوي أطول، إيش رأيك تأخذ إجازة وتجي معانا؟ قال لها لا والله ما أقدر، عندي شغل، وروحي وخذي معك مريم وانبسطوا وأي شيء تبيه كلميني. أمي حاولت معه عشان يجي معانا بس أبوي ما براضي، فقالت براحتك. على العموم عدى الأسبوع الأول وعادي جاء يوم نروح بيت جد. جهزت أنا وأمي، وأمي كلمت أبوي يوصلنا. أبوي رد عليها وقال أنا مشغول وعندي مشوار مهم بروح الحين. وبالفعل أبوي كان يتجهز، خلص يتجهز وطلع. فأمي كلمت خالي الكبير إنه يجي ياخذنا. خالي وافق بس تأخر في الطريق شوي، وجا ودق على أمي قال لها أنا تحت البيت انزلوا. فأخذنا اللي بناخذه، قفلت أمي باب البيت ونزلنا وركبت أنا السيارة مع خالي. وأمي قالت بتروح تحط المفاتيح عند البقالة اللي قرب البيت لين يجي أبويا ياخذه. وأبوي فجأة وصل ونزل من السيارة ويمشي بسرعة جهة أمي لين البقالة، واخذ المفاتيح من امي وقال لها احسبكم مشيتوا وش ماخركم. قالت والله انت ما اخذتنا، فكلمت اخوي يجي فتاخر في الطريق وقال لها يلا خير مع السلامه، انتبهوا لنفسكم ولو تبوا شيء كلموني. امي جات وركبت معنا ومشينا. خالي قاعد يكلم امي وقال لها خير في شيء وش حصل؟ قالت لها ولا شيء له. قال لها غريبه والله حتى ما جاي يسلم علي. قالت امي ما ادري والله كانه نسي شيء ورجع ياخذه. وانا كنت قاعد اسال نفسي هل انا كنت اتوهم او انا مو متاكده من اللي شفته. كنت شايف احد مع ابوي على السياره بس ما كنت اشوف زين لان السياره عليها عاكس. طنشت واخذت جوالي وظليت اطقطق عليه لين وصلنا بيت جدي. وصلنا وتعرفوا كيف اي بيت يكون قبل العرس حياة ويكون مليان فرح وسعادة وجو فل. فانبسطنا وارتحنا هناك وخالي عقد واتفقوا زي ما خالي كان يبي. جاء يوم السبت وانا عندي دراسة، فابوي جاء واخذني البيت وامي ظلت قاعدة في بيت جدي. المهم وصلنا البيت، واول ما دخلت من الباب اشوف البيت مرة مقلوب مرة وكأنه لوكندة لسه ما تنظفت حتى. سألت ابوي ليه البيت كذا، تلبك ورد علي قال والله جاء وعندي خوياني. قلت له طيب. دخلت على غرفتي واخذت ملابس المدرسة ورحت دخلت الحمام، كنت ابي اغسلها عشان اصحى الصباح تكون جاهزة واروح المدرسة. وفجأة وانا قاعدة اغسل في ملابسي اسمع ابوي يسولف ويضحك. طلعت من الحمام ومشيت جهة غرفة ابوي، وفجأة اسمع ابوي يقول يا عمري شوي واكلم. دخلت وفتحت الباب وقلت له نسيت سماعتي في بيت جدي، دق على امي يقول لها تشوف وين حطيتها. ابوي رد وش بك يا بنت خوفتيني، طيب يلا بكلمها اطلعي وقفل الباب وراك. استغربت من طريقة كلام ابويا معايا وطلعت وقفلت الباب. خلصت غسيل وكنت مرة تعبانة ونمت لين الصباح، ولبست وطلعت ابي اكل اي شيء قبل ما اروح المدرسة. اكلت واخذت مصروفي من ابوي ورحت المدرسة، وكان في اجتماع معلمين في الحصة الخامسة، فقالوا خلص الدوام ونروح البيت.
رجعت البيت دقيت الباب وفتح ابوي وقال ليه راجع بدري؟ دومك لسه ما خلص. قلت له في اجتماع معلمين. تلبك وقال طيب ايش رايك تروح عند بنت الجيران شوي لان بطلع اجيب مقاضي وارجع. قلت له ليه اطلع بدخل وانت روح جيب. قال له عادي روح ارتاحي شوي. قلت له لا بدخل الان عندي مذاكرة وابي اخلص بسرعة. دخلت وانا افكر وش فيها ابوي متغير ويتكلم كذا وكأنه ما يبيني ادخل البيت كأنه مخبي شيء. المهم دخلت غرفتي وانا حرانة وقاعدة افكر. فجأة اسمع ابوي يقول بصوت خافت اطلعي بسرعة وانت بيتلاحظك او تحس عليه. انا قمت بسرعة وفتحت باب غرفتي وفجأة المحت طرف عبايتها وهي طالعة من البيت. وابوي شافني وقرب مسكني ويحاول ما يبين لي. ضحك بصوت عالي وكأنه يغطي على شيء وسألني شفتي شيء؟ قلت له من اللي كان عندك؟ ضحك مرة ثانية وقال هذا خوي كان نايم عندي وما ابغى امك تعرف بتضايق وتقول ليش جايب الناس تنام عندك وزي كذا عشان كذا انتبه تكلميها بقص لساني. انا انصدمت لان ابوي اول مرة اسمع منه الكلمة دي وكأنه يهدد لو عرفت اللي صار وفي نفس الوقت يغطي على الموضوع. سويت نفسي كاني ما اعرف شيء وقلت له انا جعانة بغدا. قال بطلع اجيب اكل من المطعم وارجع بسرعة لا تطلع من البيت. المهم وبالفعل طلع بسرعة وكأنه يبي يلحق.